وصلنا للحظات الأغلى واللحظات الأجمل وهي تتويج الفائزين برموز هذا المساء. وقبل تتويج الفائزين في البداية باسمي واسمكم نرحب بسعادة عبد الله بن مبارك المهيري مدير عام هيئة أبو ظبي للتراث اللي يتواجد لتكريم الرعاة وتتويج الفائزين أيضا بأشواط هذا المساء. وقبل الأشواط نبدأ بتكريم الجهات الراعية لهذا المهرجان، وبداية مع القيادة العامة لشرطة أبو ظبي والعقيد محمد بن مبارك بن يطبع العامري، ونقول شكرا القيادة العامة لشرطة أبو ظبي على تواجدكم وعلى الخدمات اللي قدمتوها لجميع الزوار والمشاركين في هذا المهرجان، وشكرا باسم الجميع وباسم الجمهور، ويستاهلون التحية، وحيوهم ويستاهلون التحية. دائرة البلديات والنقل حسن خلفان الصوافي مدير إدارة البنية التحتية في بلدية مدينة العين. شكرا دائرة البلديات والنقل، يستاهلون الشكر والتقدير. حيوهم ويستاهلون التحية، يستاهلون.